أعزائي المشاهدين، أهلا بكم مرة أخرى في برنامج أسئلة عن الإيمان، ومعنا الضيف الكريم جناب القمص زكريا بطرس. أهلا بكم. أهلا وسهلا. ذكرنا أعزائي في الحلقة السابقة أشياء قد تكون مجرحة ومؤلمة للسماع، وفي هذه الحلقة نذكر أشياء تختلف من البعض المشاهدين الأعزاء. هذه رسالة من الأخ مجدي يقول فيها: إلى محبي الرب وخدام الكلمة بأمانة، أكتب إليكم وأود أن أقول لكم بأني كنت من قبل معتقد بأني كنت أعرف الله، ولكن عندما بدأت أرى ذلك العمل العظيم في قناة الحياة، وهو برنامج بوجه خاص، وجدت أني أعبد الرب بشفتي فقط، أما قلبي فهو حقيقة بعيدا عنه، ولكن بدأت وكأني طفل يبدأ حياته كما قال أحد الإخوة في هذا العمل الروحي، وهو أنا وبيتي. أعترف أمام الله بأني خاطئ وأشكره على تهيئته للظروف بأني أرى هذا العمل الروحي الذي بدأت معه بالرغم من عمري هذا. بارك اسم الله. وعندنا رسالة أخرى أيضا من الأخ أحمد يقول فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السيد المحترم القمص زكريا بطرس، أنا سعيد جدا بك وبهذا البرنامج جدا جدا، وأشكر فيك شجاعتك الأدبية وتبسيط أسلوبك في شرح بعض الملابسات وتصحيح بعض المفاهيم، وأنا بصراحة استفدت من كلام حضرتك. شكرا الله، ربنا يبارككم. أيضا رسالة أخيرة، هذه رسالة من الجزائر من الأخ اسمه السوفي: إلى المدير والساهرين على برنامج الحياة، أرفع قلمي وأكتب إلى قناة الحياة وعبر الأثير وهواء النقي أراسلكم وأقول: قد عاد الأمل ببروز مثل هذه القناة ليحيى الجميع، أنا من البربر القبائل وأرجو الحصول على تلك السلسلة، وأنا شاكر لكم هذا المعروف. آمين. شكرا لله. آمين. شكر، شكرا لله الذي لا يترك نفسه بلا شاهد. ده الخطابات اللي بتوصلنا دي عينة للي ما بيبعتوش. نعم. ذكرنا حالتك، ذكرت في الحلقة السابقة اسم الشيخ خليل عبد الكريم. وأنا تساءلت والمشاهدين يتساءلوا: من هو الشيخ عبد الكريم وما هو هذا الكتاب الذي تكلمت عنه؟ هل هو موجود في هذا الوقت أم شيء قديم؟ لا، موجود. يعني قلت أن الشيخ عبد الكريم توفى من 5 سنين أو 2 سنين، فكتبه موجودة ومنتشرة، لكن الكتاب اللي معانا الجديد اللي هنا هو دكتور سيد قمني بتاع الأسطورة والتراث. والكلام اللي احنا قلناه موجود في صفحة 160. نعم. وصفحة 162 ده الاقتباسات اللي أنا أخدتها. نعم. طقس عجيب آخر هو الاحتكاك بالحجر الأسود، وإلى آخره الكلام اللي احنا قلناه. نعم. اللي زعل حضرتك يعني، وطقوس جنسية تفشت تفشيا عظيما. ممكن. وهذا الكتاب متداول في الأسواق الآن. موجود. موجود. وممكن المشاهدين يحصل عليه. السيد القمني ده أستاذ جامعة، دكتور يعني رجل عقله كبير وعلماني. نعم. وبيتكلم كلمة الحق لا أكثر ولا أقل. نعم. شكرا. تعرضت في الحلقة السابقة لموضوع الحجر الأسود، فالآن نريد أن تسلط الضوء لو سمحت على هذا على الحجر المقدس. هذا الحجر أو هل هو حجر مقدس أو ليس مقدس؟ مقدس بالنسبة لقول المسلمين طبعا، هذا لغتهم. واللي اتكتب عن الحجر الأسود عشان نتعرف عليه في موقع الأزهر على الإنترنت. على الإنترنت. أيوة. باب مفاهيم إسلامية بيقولوا إن الحجر الأسود ده حجر بيضي لونه أسود ضرب للحمرة وبه نقط حمراء، طوله 30 سنتي وعرضه 10 سنتي بس، كل الحجر الأسود كده زي المسطرة. يقع في حائط الكعبة في الركن الجنوبي الشرقي، وللحجر الأسود كساء وأحزمة فضية إلى آخره. نعمل له يعني هلمة كده في الكعبة يعني. ترى من أين جاء هذا الحجر؟ فيما يعني أقاويل كثيرة في الحقيقة. الترمذي في سنن الترمذي باب الحج
حديث 886 يقول حدثنا قتيبة عن ابن عباس قال رسول الله نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن. ويذكر موقع الأزهر على الإنترنت اللي أنا قلت عنه دلوقتي يقول أن هناك روايات غير مؤكدة تقول أن جبريل عليه السلام نزل به من السماء، أو أن هذا الحجر مما كشف عنه طوفان نوح، ويقول أن إبراهيم عليه السلام وضعه في هذا المكان علامة لبدء الطواف. وللبعض الآخر تحليل علمي للحجر الأسود وأمثاله، بيقولوا أن ده من النيازك اللي بتنزل وبتحترق قبل ما توصل إلى الأرض، نيزك حجري. والجزيرة العربية مليانة بهذه الحجارة اللي بيجدوها ويقولوا ده نازل من السماء، خصوصا لما بينزل ببريق لما بيحترق، فبيعتبروه حجيجية من السماء من الجنة يعني، وبيقدسوه لأنه ظاهرة غريبة. كل الكعبات فيها حجارة نيازك من هذا الشكل، وأيضا كعبة مكة هذا نيزك. هل أفهم أنه أنك تقول هناك أكثر من كعبة واحدة؟ تقول كعبات كان في كعبات في وقت الجاهلية، التاريخ يقول هذا. نعم. طبعا. وأنت تقول أن هذا الحجر لم ينزل من السماء. أنا بقول لك هما بيقولوا إيه، والتحليل العلمي لبعض الكاتبين عن هذا الأمر بيقولوا إيه. لكن أنا لا أبدي رأيي في هذه الأمور كما تعلم يقينا. نعم. أنا بس بدرس الموضوع من الوجهتين. طيب. ده بيقول كده وده بيقول كده، وانت يا مشاهد رأيك إيه؟ بس ده اللي أنا بعمله يعني. نعم. أنا بطرح الموضوع من جميع الجوانب. لدي سؤال آخر. أفضل. هل هذا الحجر مقدس، كان مقدس في الجاهلية؟ ده سؤال مهم برضه. نعم. بالتأكيد كان هذا حجر مقدس في الجاهلية، لدرجة أن الكعبة استمدت تقدسها من هذا الحجر. كما يذكر في كتاب في طريق الميثيولوجيا عند العرب لمؤلفه محمود سليم الحوت صفحة 59 بيقول إيه، كانت الكعبة المكية إطارا لحجر أسود، كما كانت باقي الكعبات، أهو جالك الكلام، باقي الكعبات تتسم بذات السمة، فهي أطر لأحجار سود، وسميت هذه الكعبات بيوت الله لأن كل بيت منها فيه حجر من بيت الإله الذي في السماء. ما بيقع كده بيعتبروه جاي من فوق من السماء. وأضاف أحد الباحثين قائلا هذا التقديس ناتج عن غرابة شكل الحجر لكونه قادما من عالم غيبي مجهول، كما قذوف ناري. كذلك الحجر النيزكي ربما كان أكثر جلالا لكونه كان يصل الأرض وسط مظاهرة احتفالية سماوية، وعشان كده حسبوه ساقطا من عرش الله. وهذا عين ما أكدته الموسوعة العربية الميسرة الضخمة دي صفحة 1097، يقول الشهاب هو قطعة صغيرة صلبة من المادة الكونية تدخل الغلاف الجوي للأرض بسرعة كبيرة فتحترق بسبب الاحتكاك الشديد، وتبدو خطا لامعا يومض لحظة ويبقى أثره بعض ثواني، وتصل منها أجزاء إلى الأرض وتسمى نيازك. ولهذا كان تقديس البدو لهذا الحجر المعجزة. هل هذا هو السر في تقديس هذا هو السر في تقديس الجاهلية؟ لكن ما هو السر في تقديس الإسلام لهذا الحجر؟ ده موضوع. نعم. هل كان هناك طقوس لتقديس الحجر الأسود في الجاهلية أيضا؟ طقوس معينة يعني؟ بالتأكيد. نعم. لأن ده كان مكان عبادتهم في دائرة المعارف الإسلامية جزء 22 وصفحة 6960 6960 بيتكلم ويقول فهو يرجع إلى عصور قديمة جدا وكان له شأن عظيم في الشعائر الدينية عند العرب القدماء، وفي مكة كان يطاف حول الكعبة التي فيها الحجر الأسود الذي كان مقدسا منذ قديم الزمان، يعني قبل الإسلام. قبل الإسلام. نعم. وقد أخذ محمد بهذه العادة القديمة لما وضع شعائر دينه وجعل الكعبة مركز هذه الشعائر. ده مين اللي بيقول الكلام ده؟ دائرة المعارف الإسلامية هي اللي بتقول إن وقد أخذ محمد بهذه العادة القديمة لما وضع شعائر دينه.
ماذا عن الطوافان؟ موضوع الطوافان، الطواف، الطواف بالأحرى. نعم أيوة الطواف. كانوا بيطوفوا حوالين الكعبة وحوالين الحجر الأسود هذا. احنا متكلم ما قبل الكعبة، حول الحجر. ما هو الحجر في الكعبة، فكانوا بيطوفوا حوالين الحجر وحوالين الكعبة يعني. يجدر بنا أن نلقي الضوء أيضا على طقوس أخرى غريبة كانت تمارس في الجاهلية كأسلوب تقديس لهذا الحجر الأسود. جاء في طريق الميثولوجيا عند العرب للكاتب محمود الحوت صفحة 123 أن من طقوس الحج الجاهلي طقس عجيب مثير، وهو أنهم كانوا يطوفون حول البيت الإلهي اللي هو الكعبة ذكورا وأناثا عراتا تماما. ويعلق على ذلك أحد العلماء في كتاب الأساطير في القرآن صفحة 16 و17 قائلا: ما الداعي لهذا العري إن لم يكن بغرض يستحق العري؟ ويؤكد ما وصل إليه بقوله: وهذه حقيقة أخرى نضيفها لرصيد احتمال وجود عبادة جنسية في البيت الإلهي المكي في عهوده القديمة ما قبل الإسلام. ما قبل الإسلام. ومن تلك الطقوس ما يثير الاندهاش. ففي كتاب أبو الأنبياء إبراهيم الخليل تأليف محمد حسني عبد الحميد نشر دار السعادة القاهرة صفحة 92 يقول: إن الحجر الأسود كان أبيض لكنه اسود، من الكلمة اللي انت مش عاجباك لكن لازم تتقال، من مس الحيض في الجاهلية. وجاء تعليقا على هذه الرواية الإسلامية في كتاب الأسطورة في القرآن اللي احنا لسه كنا بنتكلم عنه دلوقتي، أي أنه كان هناك طقس لدى الجاهليين تؤديه النساء في الحجر، وهو مس الحجر الأسود بدماء الحيض ودماء الحيض بالذات. أخبر حضرتك يقول لك: وقد كان دم الحيض عند المرأة في اعتقاد الأقدمين هو سر الميلاد، فمن المرأة الدم ومن الرجل المني ومن الإله الروح، إنهم شوف بقى الحتة جالي يماثلون الفعل الأول الذي قام به إله القمر عندما جامع إلهة الشمس إلات بيماثلوها من اللات 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 الشمس إلهة الشمس. والقمر كان اسمه إلا، والمدام بتاعته اسمها إلات إلا الناس مثل الله إلا زي عشان. الله اعتبر حضرتك إلا وإلات إلا وإلات. فكانوا بيقولوا ان هم اتجوزوا القمر اتجوز الشمس، فهم كمان بيعملوا الاحتفال انهم يتجوزوا مرة اخرى زي القمر والشمس. هو الاحتفال بالايه؟ بالذكرى. وجاء في كتاب الملل والنحل لأبي القاسم الشهرستاني صفحة 247 طقس كان يمارس وهو الاحتكاك بالحجر. انا بأكد الحقيقة من مراجع كتير، وقد قلنا في حلقة سابقة ان كلمة حج مأخوذة من كلمة حك الاحتكاك، مع الاخذ في الاعتبار هيئة الحجر الأسود وشكله. ده كتاب الأسطورة في القرآن صفحة 17 و19. نكتفي بهذا القدر. لي سؤال آخر: هل كان محمد يقدس الحجر الأسود؟ بالتأكيد بالتأكيد احتفظ محمد بطقس الطواف والدوران حول الكعبة وحول الحجر الأسود كما كان في الجاهلية تماما، زي ما قرينا دلوقتي من دائرة المعارف الإسلامية يقول: كان للطواف شأن عظيم في الشعائر الدينية عند العرب القدماء، وفي مكة كان يطاف حول الكعبة التي فيها الحجر الأسود الذي كان مقدسا منذ قديم الزمان. وقد أخذ محمد بهذه العادة القديمة لما وضع شعائر دينه وجعل الكعبة مركز هذه الشعائر. ونستطيع أن نستنتج من ممارسة المسلمين لهذه الشعيرة ما كانت عليه عادة الوثنيين. الحتة دي قوية جدا قوية جدا جدا، واخد بالك من معناها؟ عارف بتقول ايه؟ نعم تفضل. نستطيع ان نستنتج من ممارسة المسلمين لهذه الشعيرة ما كانت عليه عادة الوثنيين، يعني كأنهم عايشين زي الوثنيين. دائرة المعارف الإسلامية. خد بالك، كان محمد يقبل الحجر علامة على تقديسه له
بيقبله. الكلام ده موجود في سنن البيهقي كتاب الحج حديث 9503. يقول أخبرنا أبو محمد عن ابن عباس قال كان رسول الله إذا استلم الركن أو الحجر الأسود قبله ووضع خده الأيمن عليه. هو كانش عارف هو بيتعمل بيه عشان يحط خده عليه. مصيبة. خدت بال حضرتك يعني تأملية كده في النص. وكان الرسول يدور حول الحجر 7 لفات، 3 منها قافزا كالظباء ينط كده، وأربع لفات ماشيا في احترام للحجر. من قال هذا الكلام؟ مسند أحمد في مسند عبد الله بن العباس حديث 2835. يقول أقبل رسول الله حتى دخل المسجد فاستلم الركن ثم مشى إلى الركن الأسود، فقالت قريش ما يرضون بالمشي إنهم لا يقفزون مثل الظباء، ففعل ذلك 3. ترى ماذا كان موقف الخلفاء أو بالذات الخليفة عمر بن الخطاب من الحجر الأسود؟ ده كان موقف غريب. عمر بن الخطاب ده يذكر في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب اعترض على تقبيل محمد للحجر في صحيح البخاري باب الحج 50 حديث رقم 1597. عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله وقال والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبله ما قبلتك. يلا يا بيس. الراجل بيقول حجر لا يضر ولا ينفع بس عشان خاطر الدنيا ما تقومش عليه. رأى. بص يقول لك إيه كمان، واعترض أيضا عمر على قفز محمد حول الحجر وقال كده نحن فعلنا ذلك رياء لنرضي المشركين لما كانوا موجودين. في صحيح البخاري باب الحج 57 حديث 1605. حاجات خطيرة يا عزيزي الفاضل. يقولك أخبرنا زيد ابن أسلم عن أبي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للركن، قال للحجر الأسود إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي استلمك ما استلمتك. ثم قال ما لنا وللقفز، إنما كنا رائين به المشركين، كنا بنرائي المشركين يعني بنرضيهم، وقد أهلكهم الله. ثم قال معليش شيء صنعه النبي فلا نحب أن نتركه. حاجات عايزة الناس تفكر بعقل في هذه الأمور. ألا يستحق هذا الكلام التفكير العميق؟ نعم. أنت قلت ما ذكر عن الآخرين، لكن أريد أن أسألك الآن ما هو رأيك أنت في هذا الكلام؟ وأنا أقول لك أنت أنني لا أبدي رأيي في أي الأمور، ولكني أطرح تساؤلات. صح؟ صحيح. لماذا يقدس محمد الحجر الأسود؟ ده سؤال. هل يوجد سبب مقدس واحد على ذلك؟ عرفنا الجاهلية بيقدسوا ليه، لكن محمد بيقدسوا ليه؟ وإن كان محمد قد أكرم الحجر رياء ليربح المشركين بحسب قول عمر بن الخطاب، فهل هذا الأمر يليق بنبي أن يشارك المشركين في إكرام وعبادة أصنامهم؟ ده سؤال يتحط عليه 600 علامة استفهام. وماذا نحن بعد قول عمر بن الخطاب والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع؟ ها بعدها إيه؟ يقول محمد في أحد أحاديثه أن الحجر الأسود هبط من السماء، والقرآن يقول أن الحجارة التي هبطت من السماء كانت للعقاب. مش دي سورة الأنفال وسورة هود وسورة الحجر وسورة الزاريات وسورة الفيل؟ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. يعني الحجارة من الشيطان ورمي. طب ليه بتقدس؟ دي مشكلة. علامات استفهام، علامات. يا أحبائي فكروا فكروا، ربنا ادانا عقل نفكر بيه. حطوا الحاجات دي كلها وادرسوها وتفحصوها واسألوا فيها
ويا ريت تقولوا لنا على النتيجه، نكون سعداء جدا. في الواقع شيء محزن ان الحجر الاسود يصير كتمثال، وفي الكتاب المقدس يوصينا الله ان لا تصنع لكم تمثالا. مظبوط. انا كآلهة يعني. صحيح. جاءنا اعتراض، هو مقال منشور بجريدة الأهرام بتاريخ 15 أغسطس بهذا العام 2004 بموضوع لماذا نقبل الحجر الأسود، بقلم دكتور أحمد شوقي إبراهيم رئيس مجلس إدارة المجمع العلمي لبحث القرآن والسنة. لبحوث القرآن والسنة. أنا وصلني هذا المقال. ممكن نعم. وصلني هذا المقال من الدكتور أحمد شوقي إبراهيم. نعم. بيقول إيه بقى أحمد شوقي في المقال بتاعه؟ اتفضل. إننا نفعل ذلك ليس كطقوس وثنية. نعم. تسمع؟ اتفضل. إننا نفعل ذلك ليس كطقوس وثنية، لكن كمظهر انصياع لأمر الله تعالى. نعم. هل يظن سعادة الدكتور كاتب المقال أن الله تعالى يأمر بأمور يمارسها الوثنيين؟ ما في شيء يأمر في القرآن بهذا الأمر. وقدسوها. الأمر يحتاج إلى وقفة حازمة. نعم. أعتقد هذا، هل هو ده أمر من الله؟ وزي حضرتك ما بتقول. نعم. أين هو الأمر؟ قبلوا الحجر، ده أسوة بس بالنبي. يقول إيه؟ ده أمر الله. لا، أنا شايف أنه اتفاق بين الرسول وبين مكة أنهم يبقوا على الحج بمراسيمه، فأبقى عليه حتى تقبيل الحجر. يقول الكاتب رجم الجمرات في الأماكن التي حاول إبليس أن يرد النبي إبراهيم عن ذبح ابنه، فنحن نرجم تعبير الله. هو إبليس جسد مادة عشان خاطر يترجم؟ لا، ده بقى قال حاجة جميلة قوي، مش معقول الراجل ده. يقول لك كان لهذا الحجر، وهو في السماء، كان لهذا الحجر، اسمعوا يا أحبائي، اسمعوا الكلام اللطيف ده عشان تشوف ده دكتور وللقرن الحادي والعشرين. يقول لك كان لهذا الحجر عينان وفم وشفتان، وقال الله له افتح فاك، وأمر الملائكة أن يلقموه ذلك الرق. ايه الرق ده بقى؟ ومن أين هذا الكلام؟ بيقول لك بيقول لك حدث ان يرتبط هذا الكلام بعام الذر، بالذر، الذرات يعني. بيقول لك ان جاب ادم ربنا وجه مطلع من ظهره جميع نسله اللي هيتخلق كله، وبعدين قال لهم ها ألست انا الهكم؟ قالوا له نعم الهنا. قال طيب تعهدوا بهذا واشهدوا على ذلك. ولما شهدوا على ذلك خد الورق اللي هم شهدوا عليه وجي حطه، خلى الملكة تحطه في فم ايه؟ الحجر. وجاب الانبياء وخد عليهم ميثاق، وخد الميثاق بتاع الانبياء وحطه برضه في ايه؟ في الحجر. هو الحجر ده حي ولا ميت؟ يكونش حي وبياكل حاجة من ورانا في الكعبة، ولا ايه الموضوع يعني بالظبط؟ هل ده ضحك على الدقون؟ حجر كان له فم وعينين وشفايف ووكلوه المواثيق ولسه محفوظة في بطنه. حاجات غريبة. صحيح. اوجه كلامي الى كل من يسأل عن حقيقة الحجر الاسود، هل اقتنعت بهذا المنطق بتاع الدكتور شوقي ابراهيم الذي هو أقرب إلى الأساطير منه إلى الكلام المنطقي الذي يليق بمقدسات إلهية؟ فين عيون الحجر اللي راحوا شافوه؟ أنت يا ابني مش رحت الحج؟ نعم. مش شفت الحجر محطوط؟ نعم. شفت له عينين ولا شفت له فم ولا شفت له لسان؟ لا. مش كده؟ ألم تقرأ يا فضيلة الدكتور ما جاء في دائرة المعارف الإسلامية الجزء 22 وصفحة 6961 التي تقول قد أخذ محمد بهذه العادة القديمة لما وضع شعائر دينه وجعل الكعبة مركز هذه الشعائر؟
ثم تختتم وتقول: نستطيع أن نستنتج من ممارسة المسلمين لهذه الشعيرة ما كانت عليه عادة الوثنيين، مش كلام من عند ربنا. هذه تساؤلات نطرحها. يذهبون كل عام بالملايين، يطوفون ويقبلون ويسجدون لحجر، ويقولوا آل الأصنام، محمد شال الأصنام وما شالش الحجر ده ليه؟ عبادة صنمية. وأنا أذكر أن نوال السعداوي تكلمت في هذا الموضوع، ودكتور السيد القن تكلم، وكثيرون تكلموا على هذا الموضوع وطلعوهم كفرة علشان خاطر بيقولوا الحقيقة. طب ولحد امتى التعمية؟ حاجات غريبة، أسئلة بنطرحها على ساحات البحث. لدينا سؤال أخير يقول: أنا من خلفية غير مسيحية، وأشكر الله الذي أشرق بنوره في قلبي ومتعني بالحياة معه، ولكن حيث أني تربيت في تربية غير مسيحية على محبة الذات، فإني أجد صعوبة في الارتباط بالآخرين وتكوين علاقة حبية خالصة من كل غرض معهم، فما هي نصيحتك؟ نصيحتي أنه يطلب من ربنا روح الحب ينسكب في قلبه، لأن الكتاب بيقول: إن لم تكن تحب أخاك الذي تراه كيف تحب الله الذي تراه. نعم. والمحبة دي فوق طاقة البشر. نعم. فأنا أقول له: يا رب من فضلك، قل له: عزيزي من فضلك يا رب إملاني بروح حبك عشان خاطر أحب الناس جميعا. آمين. شكرا. آمين. لقد أدركنا الوقت أعزائي، ولا يسعني إلا أن أختم هذا البرنامج بكلمات الكتاب المقدس التي تقول: لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، إن أحب أحد العالم فليست فيه محبة الآب أو محبة الله، لأن كل ما في العالم هو شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة، ليس من الله بل من العالم، والعالم يمضي وشهوته، وأما الذي يصنع مشيئة الله فيثبت إلى الأبد. أعزائي، لقد زرت الكعبة وركعت هناك ورفعت قلبي ورأسي وفكري إلى الله، وطلبته وقلت له: يا رب أنت الحق وأنا أريد أن أعرفك، وعرفت الله الحقيقي ولم أعبد صنم أو حجارة. ارفع قلبك مع الله واسأله أن يريك الحق أيضا. آمين. شكرا. آمين. وإلى اللقاء. آمين. في حلقة أخرى. شكرا. آمين. شكرا.